طب شو اللي لفت لك نظرك بيسرى؟ بيسرى ممثل يسرى، وليش عندك ضعف تجاهها؟ هيك حسيت انا هيك بعد. اقول لك انا في يوم من الايام انا كان عندي الم قاتل فيما بعد طلع جلطة في الرئة. نعم. وجت يسرى تزورنا في البيت فلقيتني في حالة لا يمكن إطلاقا وصفها. ولقيت مراتي بتبكي وأنا كأني في حاجة بتتقطع جوايا. يسرى فيها شهامة الرجال. على فكرة جزء من المرأة لما يبقى فيه شهامة يبقى شيء عظيم. لأن أنا زي ما بقول بالضبط الرجل ده عنده فروسية، أقول الست دي عندها شهامة. يسرى راحت واخداني في عربيتها أنا وأمال وذهبت إلى الدكتور حسن حسني وهو من أهم أطباء الصدر في مصر. سأل حسن حسني يسرى بيدخن؟ قالت له أبدا. قال بيشيش؟ قالت له إطلاقا. أنا جلطة الرئة جاتني من التناقض في حياتي وأنا رئيس تحرير مجلة مصرية قومية، بينما هو أنا أريد أن أكتبه وما هو مفروض أن أكتبه. هنا التناقض، تناقض هام في حياة الكاتب. بالضبط زي ما تكوني مثلا أنجو بتعملي مسرحية وقد لا تقبلين تماما التفكير الحقيقي المطروح فيها، ولكن من المهم أنك تمثليها. بس ظهرنا هلا عن يسرى، هل انت اكمل الحدود؟ وعنا حدود نسمعها بعد شوي كثير، عنا ساعه بدنا بعد. يا ربي الستات لازم تمسك عصا رقيقه حنينه وتضربهم على ايديهم او على ظهرهم لانه صعب. الك يا قلبي صعب صعب يا ربي انك انت تاخد لهجة الحوار. لو في رجالة قاعدين معايا الراجل هيفضل ساكت يا ربي لغاية ما يرد، إنما الستات تخش بوقك تنط بوقك. ما مثل الغزلان قاعدين رايقين وانت نازل فينا وهو مش شايفنا كيف. بقول الست خدتني، الست خدتني الحسن حسني وبعدين حسن حسني قال لازم يروح مستشفى للادي، معناها ان كان في شيء خطير. انت ما اكتشفته على نفسك اطلاقا؟ يسرى هي ساعدتك بالموضوع. ساعدتني. وفي اليوم التالي كان لابد ان اسافر الى باريس ليحصل اطلاقا انه ده يبقى جلطه في الرئه. انا فاكر كمان ان يسرى راحت المطار علشان خاطر تجيب دواء مهم لمثل هذه الجلطات. اذا بنت جدعه، باختصار بنت جدعة. ومن العظيم أيضا في حياتي من الجدعان الستات نادية لطفي، نصف وزنها فروسية. سعاد حسني، سعاد حسني مخلوق جميل رقيق عزب، ولكن حياتها كانت واخداها، كانت محتاجة اللي ينتشلها، محتاجة اللي يبقى معاها فارس أو يبقى معاها شهم. بكتير من المقابلات تحكي أنه عندك وثائق بتأكد زواج سعاد حسني وصديقك عبد الحليم حافظ. نعم. أنه بعد ليه ما كشفت عنا لهلأ؟ يعني CIA بتنطر 25 سنة بتكشف عن وراء. نعم. حضرتك ليه بعد ما كشفت عن الوراء؟ سأظهر في برنامج اسمه المسلسلاتي في تلفزيون القاهرة، وطلبوا مني أن أكون أنا المذيع، وتجلس معي سيدة إنجي علي المذيعة، وسوف يسمع الناس الحوار الذي دار بيني وبين سعاد حسني حين قلت لها بالحرف الواحد: مش كان أولى بيكي في فيلم البنات والصيف إنك تكوني حبيبة عبد الحليم؟ إزاي زيزة بدراوي حبيبته وإنت أخته؟ قالت لي: أحسن. لا أحسن إزاي؟ يعني هل ده موقف؟ هل ده رأي؟ قالت لي: مفيد، إحنا عشنا 5 سنين مع بعض. قلت لها: مين كان الشهود؟ قالت لي: كانت عليا شبانة ومحمد شبانة وشقيقتي نجاة الصغيرة. قلت لها: لماذا لم يكتمل؟ قالت لي: لأنه هو كان بيعتبر أن فنه أهم من إعلان زواج. لازم بعد سعاد حسني نستخلص شيء. اتفضل. إنه حين
تترك المرأة نفسها 5 سنوات في زواج عرفي صعب أن يعلن.